وختاما للشابتر السابع، إذا سوف نتكلم عن مفهوم جديد وهو مفهوم القدرة أو الباور. قبل ما نمر إلى تعريف الباور، بالطبع نعطيكم مثال. أطلب منكم أنكم مثلا تحركوا سيارة، إذا السيارة مثلا كتلتها 2000 كيلوغرام على مسافة مثلا 10 أمتار. بالطبع البشر العادي لا يمكن أن يحرك هذه السيارة هذه، أوكي؟ ليس له الطاقة الكافية بين قوسين، أوكي؟ لتحريك السيارة. ولكن الآن تسأل نفسك، إذا أنت غير قادر على تحريك كتلة واحدة اللي هي 2000 كيلوغرام على مسافة 10 أمتار. ولكن الآن نغير المسألة، والسيارة هذه نفككها إلى قطع صغيرة في نفس المكان، نفككها إلى قطع صغيرة، كل واحدة مثلا كيلوغرام أو 10 كيلوغرام، ونطلب منك نفس الشيء، أنك كل القطع هذه تحملها من مكان إلى مكان آخر على مسافة 10 أمتار. فهذا ممكن، ولكن سوف يستغرق منك وقت، أوكي، أو فترة زمنية معينة. يعني الطاقة وش هي؟ هي تحريك كتلة، أوكي، من مكان إلى مكان، وبالتالي هي إذا تأثير بقوة دفع على كتلة معينة من مكان إلى مكان، يعني بديسبليسمنت معين. يعني كمية الطاقة أو العمل للقوة المطلوبة على كتلة كبيرة بطبع هذا غير ممكن، ولكن إذا أعطيت لك الوقت الكافي ممكن تحركها قطعة قطعة، أوكي، ولكن تستغرق مسافة أطول. أوكي، هذا المثال هذا ممكن نعالجه بعدة طرق أو عدة مناظير. الفكرة وش هي؟ هي أنه الطاقة، إذا الطاقة التي يمكن إنتاجها أو استهلاكها ممكن تكون كبيرة، ممكن تكون صغيرة، ولكن هناك بارامتر مهم وهو فترة الإنتاج، الفترة الزمنية التي أنتج فيها تلك الطاقة، أو الفترة الزمنية التي أستهلك فيها تلك الطاقة. أوكي، مثال آخر، مثلا نقول أنه عندي كمية من الأكل تعادل مثلا 1000000 كالوري. يا أخي شفنا أنه وحدة الكالوري هي وحدة قياس الطاقة المحتوية في المأكولات. فربما 1000000 كالوري فهو عبارة عن مكافئ ما تأكله ربما في مدة ربما 500 يوم، يعني سنة ونصف تقريبا. أوكي، فبالطبع إذا طلبت منك أنك تأكله في يوم واحد هذا غير ممكن، ولكن إذا طلبت منك أن تأكله في فترة زمنية اللي هي سنة ونص، فسوف تأكله بصورة إذا عادية منطقية. كل يوم تأكل مثلا 2000 كالوري، اللي هي بالطبع الكمية المنصوحة بالمختصين التغذية، وسوف تستهلك إذا هذا الكمية من الطاقة في الفترة الزمنية المنطقية، أوكي، وليس في يوم واحد. لهذا السبب إذا يجب أن نجمع مفهوم الطاقة ومفهوم الفترة الزمنية لإنتاج أو استهلاك الطاقة تحت مفهوم واحد وهو مفهوم القدرة. أوكي، إذا القدرة وش هي؟ أو the average power، إذا هي كمية الطاقة التي أنتجها في فترة زمنية معينة أو أستهلكها في فترة زمنية معينة. إذا ذكروا دائما العمل إما موجب إما سالب، إذا كان موجب فأنا فالأنتج، أوكي، وإذا كان سالب أستهلك، أوكي، أو السيستم يستهلك. إذا هي إذا W أو دي دلتا W المنتج أو المستهلك في فترة زمنية دلتا تي، إذا النسبة دلتا W على دلتا تي هي القدرة. أوكي، إذا كل في لفترة زمنية معينة مثبتة، إذا كان العمل كبير إذا القدرة كبيرة، والعكس، أوكي، والعكس إذا كان نفس العمل ولكن منجز في فترة زمنية أقصر فالقدرة تكون أكبر. أوكي، وهذا اللي يفرق ما بين مثلا قدرة محرك السيارة اللي هو قادر على تحريك السيارة على مسافة 10 أمتار ربما في ثواني، وقدرتك أنت البشر الإنسان العادي اللي غير قادر على تحريك طنين على مسافة 10 أمتار. ولكن إذا أعطيتك مثلا يوم كامل وفككت السيارة ممكن تعملها. أوكي، إذا ممكن نعرف الانستنتانيوس باور إذا كنا في لحظة معينة، وش نعمل؟ إذا ناخذ الدلتا تي ونقرب اللحظة النهائية من اللحظة البدائية. دلتا تي هو دائما تي اف ناقص تي اي. أوكي، وإذا قربنا اللحظة النهائية من اللحظة البدائية دلتا تي سوف يحد إلى دي تي، والعمل المنجز سوف يحد إلى قيمة صغيرة اللي هي دي دبليو، وبالتالي سوف نعرف بي
بهذا التعريف اللي هو دي دبليو على دي تي، يعني الديريفيتيف للعمل بالنسبة للزمن. اوكي، اذا العمل المنجز ليس شيء ثابت، فهو دلة زمنية. اوكي، اذا عندما تشتغل مثلا او عندما تجري او عندما تمشي فنشاطك يتغير، يتغير كل لحظة، يتغير، ربما يسعد ربما ينقص، عندما تنام ينقص، عندما تنهض الصباح يبدأ تدريجيا في الصعود، محرك السيارة في البداية عندما تكون متوقفة العمل المنجز صفر، وعندما المحرك يبدأ يتحرك إذا القدرة تزيد تدريجيا. أوكي، وعندما نعمل acceleration يزيد إلى آخره. إذا العمل هو عبارة عن دالة زمنية، والديريفيتيف للعمل على الزمن هو الباور أو الانستنتانيوس باور، يعني القدرة في لحظة معينة. ونذكر أن القدرة مثل العمل ممكن تكون منجزة، إذا إنتاج، أوكي، produced power أو produced work أو produced energy، وممكن تكون في الاستهلاك، أوكي، عندما تكون negative. وأيضا لهنا عرفناها بالنسبة للعمل، ولكن ممكن نستبدل العمل بأي نوع من الطاقات اللي تكلمنا عنها من قبل، أوكي؟ مثلا ممكن نتكلم عن الطاقة الكهربائية. إذا وضعنا الطاقة الكهربائية هنا عوض العمل، نتحصل على القدرة الكهربائية، أوكي؟ وهكذا إذا عملنا لهنا الطاقة الضوئية نتحصل على القدرة الضوئية إلى آخره. الوحدة الآن وش هي؟ إذا أنجزنا مقدار 1 جول في ثانية واحدة في فترة زمنية مقدارها 1 ثانية، إذا وحدة دولية للعمل 1 جول، وتقسيم وحدة دولية للعمل هي 1 ثانية، فنتحصل على قدرة مقدارها 1 وات. نسبة إلى مهندس، إذا المهندس سكوتلندي اللي هو جيمس وات، اللي كان المكتشف النهائي والأساسي لماكينة البخار أو ستيم إنجين، محرك البخار، واللي كان نقطة الانطلاقة للثورة الصناعية اللي كانت في أوروبا في السنوات 1800. كان جيمس وات أظن كان اختراعه واكتشافه في نهاية القرن 18، يعني سنوات 1790، والانطلاقة الثورة الصناعية الأولى كان بداية مع اكتشاف المحرك البخاري والموديل أو الكونفيجوريشن اللي اكتشفها جيمس وات بالتحديد، ولهذا السبب تشريفا له إذا نسبنا وحدة الوات للمهندس جيمس وات. إذا شفنا من حيث الأبعاد، 1 وات هو عبارة عن 1 جول تقسيم 1 ثانية أو 1 جول في ثانية، أوكي؟ وإذا حولنا إلى المقادير الأساسية بالطبع، جول نذكر أنه هو نيوتن متر، أوكي، نيوتن مضروب بالمتر، والنيوتن وش هو؟ نيوتن هو تسارع مضروب بكتلة، هو كيلوغرام مضروب بتسارع، ونزيد نضرب على المتر ونزيد نقسم على ثانية ونتحصل على هذا الدايمنشن أو الوحدة نسبة إلى المقادير الأساسية الثلاث اللي هما الكتلة كيلوغرام، الطول اللي هو المتر، والزمن اللي هو الثانية، أوكي؟ إذا دائما ذكركم المقدار المركب، أوكي، بالنسبة للمقادير الأساسية الثلاث اللي تكلمنا عنهم في الشابتر الأول. ممكن نكتب نستعمل معادلة الانستنتانيوس باور على هذا الشكل، دي دبليو على دي تي. دي دبليو وش هو؟ بالطبع هو قوة، والقوة هذه تنجز إذا displacement صغير جدا اللي هو دي اكس، أوكي، فهي عبارة عن اف سكالر اكس، ولكن اكس هذا هو عبارة عن دي اكس في الحقيقة، أوكي، إذا هو عبارة عن f سكالر دي x، أوكي، ولأنه f ثابتة في لحظة معينة، f ثابتة، إذا تخرج من الديريفاتيف ويبقى لي فقط دي x، أوكي، إذا هي f سكالر دي x الكل تقسيم دي تي، أوكي، الكل تقسيم دي تي. وفي هذا الحال نلاحظ أنه دي x على دي تي هو بطبع الفيلوسيتي، السرعة، أوكي، إذا راجعوا الفيلوسيتي هي الديريفاتيف لـ x على دي تي، أوكي. وبالتالي الانستنتانيوس باور ممكن نعرفها إذا كانت عندي سرعة ثابتة هي F سكالر V، أوكي؟ F سكالر V. إذن في الجملة الأخيرة فقط تذكير للشيء اللي ذكرناه من قبل، أنه in general the power is defined for any type of energy transfer. إذن دي إتاكم ممكن يكون طاقة كهربائية مغناطيسية أو عمل قوة أو أي شيء من الأصناف اللي شفناها للطاقة.
وأيضا في بعض التعريفات نقول أن القدرة هي سرعة تغير الطاقة. أوكي، بعض الأحيان في بعض التمارين تشوفوا هذا التعبير هذا، أو بالإنجليزية dE over dt is the rate at which energy is crossing the boundary of the system by a given transfer mechanism. أوكي، شايفين قلنا أن الطاقة تمر من مكان إلى مكان، من صورة إلى صورة، أوكي، وتقطع إذن حدود السيستم. إذا تمر من السيستم إلى العالم الخارجي أو من العالم الخارجي إلى السيستم وتقطع إذا الحدود crossing the boundary. Okay. And the rate at which the rate بالطبع هي سرعة التغير. Okay. سرعة التغير. مثل ما السرعة V هي سرعة تغير البوزيشن. Okay. السرعة V هي سرعة تغير البوزيشن. والأكسلريشن هي سرعة تغير السرعة. هي dV على dt. والقدرة هي dE على dt. إذا هي سرعة تغير الطاقة. إذن رياضيا هي dE على dt. في المثال اللي شفناه من قبل مثلا قوة دافعة إلى الاتجاه الموجب اتجاه اليمين، إذن سرعة الجسم V، إذن displacement سوف يكون في نفس الاتجاه مع السرعة، والقوة تعمل زاوية تيتا، إذن عمل القوة في فترة زمنية دلتا T سوف يكون دلتا W يساوي F مضروبة ب displacement ومضروبة بكوساين تيتا، علما أن دلتا X هو V مضروب دلتا T، لأن V هو دلتا X على دلتا T، V ثابت أثناء الحركة. أوكي، إذن القدرة هي دلتا W على دلتا T، دلتا W نستبدل F دلتا X كوساين تيتا، ونلاحظ أن دلتا X على دلتا T هو V. أوكي، دلتا X على دلتا T، وفي الأخير هو F مضروب بV مضروب بكوس تيتا. يعني نعود نرجع دائما إلى أن القدرة تساوي F سكالر V. أوكي، هذه F سكالر V. إذا عندما نعرف اتجاه القوة واتجاه السرعة وسرعة ثابتة، okay, constant velocity، فF scalar V هي القدرة. إذا دققنا في المعادلة هذه P يساوي دلتا W دلتا T، ممكن أيضا نعرف وحدة الطاقة. بطبع الوحدة الدولية تبقى دائما الجول، okay، ولكن الآن نحن نتكلم عن بعض الوحد الثانوية لتستعمل في الميدان التصنيع، ميدان الهندسة الانجينيرينج. إذا كتبنا أن دلتا W هو P مضروب بدلتا T، فالآن لاحظ أن الطاقة هي قدرة مضروبة بزمن. أوكي، إذا the power times time يعطينا work أو طاقة. إذا the work can be measured in units of power مضروب بtime. شوفوا الآن مثلا أحد الوحد المستعملة في استهلاك الطاقة الكهربائية. أوكي، استهلاك الطاقة الكهربائية يحسب بوحدة كيلووات أور. وش هو الكيلووات أور؟ إذن يحمل كيلووات يعني 1000 وات وساعة واحدة. إذا استهلكت إذن قدرة كهربائية مقدارها 1000 وات مدة ساعة واحدة، فأنتم استهلكتوا طاقة مقدارها 1 كيلووات ساعة. أوكي، 1 كيلووات أور. وإذا حولناها إلى الوحدة الدولية، إذن نستعمل الوات للقدرة ونستعمل الثواني للزمن. أوكي، إذا وات مضروب بالثانية يعطيني جول في الأخير، وات ثانية هو الجول. أوكي، وشايفين القيمة تاعها، إذا 1 كيلووات أور بالجول. أوكي، اللي هي 3.6 ميجا جول، يعني مليون جول. أوكي، إذا كيلووات أور وحدة كبيرة بالمقارنة مع 1 جول، ولكن هي الوحدة الأساسية اللي تستعمل في قياس وفي استهلاك الطاقة الكهربائية. ذكركم أنه البيوت العادية سعر الطاقة الكهربائية، إذا نخليكم بعض الثواني لتفكير، في السعودية كم هو الكيلووات أور الواحد؟ إذا ثمنه سعره في السعودية يساوي، نعم، إذا يساوي 0.18 ريال أو 18 هللة. أوكي، إذا هذه التسعيرة بطبع تعتمد على وحدة الكيلووات ساعة، كيلووات أور. هناك أيضا وحدة تستعمل كثيرا في الميكانيك أو في الهندسة الميكانيكية، مثلا في السيارات، في تقييم قدرة السيارات والشاحنات وكل الآلات المتحركة، اللي هي الهورس باور HP. والهورس باور إذا يكافئ 746 تقريبا 750 وات. أوكي، لديكم تحويل لقدرة الون هورس باور، قدرة حصان مقيمة بال الأزمنة التاريخية، وإن كان الحصان هو بالطبع وحدة القياس، لأنه كل شيء كان يشتغل بالحصان أو البغل أو الحمار في جر وتحريك الشحن.
التمرين إذن ينص على an elevator car has a mass of 1600 kilogram إذن هذه كتلة المصعد and is carrying passengers having a combined mass of 200 kilogram إذن مجموع كتل الشحنة لكل الأشخاص 200 كيلوغرام. A constant friction forces of 4000 newtons retards its motion upward. إذن عندما يتحرك إلى الأعلى هناك قوة احتكاك بالطبع حتما إلى الأسفل. أوكي؟ شايفين قوة الاحتكاك والحركة إلى الأعلى. As shown in the figure. إذن بالطبع عندما نلخص عندنا الكيبل المربوط بالمحرك إذن عنده tension T. إذن T هي القوة اللي يجب أن يبذلها المحرك. أوكي؟ قوة الدفع إلى الأعلى هي tension T. والمحرك هو المنتج لهذا القوة. أوكي؟ ولدينا القوى المقاومة للحركة اللي هي الاحتكاك إلى الأسفل والوزن إلى الأسفل. الوزن بالطبع إجمالي أشخاص زائد المصعد. إذن لهنا كتبنا من جديد كتلة المصعد. إذن الكتلة الإجمالية إذن 1600 زائد 200 كيلوغرام اللي هي 1800 قوة الاحتكاك 4000. وفي البداية في السؤال A المطلوب What power delivered by the motor is required to lift the elevator car at a constant speed of 3 meter per second? Constant speed. إذن constant speed 3 meter per second معناه تسارع يساوي صفر. إذن مجموع القوى الخارجية 3 يساوي صفر. حتما عندما نعمل projection T موجب إلى الأعلى و minus F minus MG الاثنين إلى الأسفل ويساوي صفر. MA يساوي صفر. أوكي؟ ونستخرج إذن القوة للموتر. أوكي؟ إذن T تساوي المجموع F زائد MG والحساب العدد يعطيني هذا. والقدرة للمحرك إذن المحرك في كل لحظة سوف يشتغل على سرعة منتظمة وفي كل لحظة القدرة تاعه سوف تكون T scalar V. لماذا؟ لأنه T إلى الأعلى و V إلى الأعلى. أوكي؟ إذن تساوي T V. أوكي؟ إذن السرعة هنا والقوة اللي حسبناها الآن هنا ونتحصل على 64.8 كيلو وات. أوكي؟ أو 64800 وات. السؤال B What power must the rotor deliver at the instant؟ شوفوا مليح الفرق ما بين السؤال الأول والسؤال الثاني. السؤال الثاني في لحظة معينة. أوكي؟ وفي اللحظة هذه وش هي الشروط؟ إذن the speed of the elevator is V. If the motor is designed to provide the elevator car with an upward acceleration of 1 meter per second square. إذن في اللحظة هذه عنده نفس السرعة 3 ولكن في نفس الوقت عنده تسارع إلى الأعلى وقيمته 1 متر على ثانية تربيع. إذن هنا بالطبع لازم نعدل المعادلة أوكي؟ اللي هي مجموع القوى الثلاث تساوي MA إلى الأعلى وليس الصفر كما استعملناه في السؤال A. الجواب تلقاوه في الكتاب. إذن شايفين تعيدوا كتابة المعادلة نفس المعادلة. إذن عوض ما تكتبوا يساوي صفر تكتبوا يساوي MA بالطبع موجب. لماذا؟ لأنه تسارع إلى الأعلى. وتستخرجون نفس الشيء التنشن من المعادلة هذه والحساب يعطيكم هذا القيمة هذه بنيوتن. إذن الأكبر من القيمة اللي شفناها من قبل وبالتالي نفس الشيء اللي هنا رانا نحسبه في لحظة معينة وليس في كل اللحظات مثل ما كان في السؤال A. إذن P تساوي TV نفس المعادلة ونتحصل إذن عدديا على هذه والحساب العددي موجود في الأسفل ويعطيكم الآن شايفين 70020 وات. أوكي؟ بالمقارنة مع 64800. إذن شايفين القدرة هنا أكبر لأنه هنا فيها التسارع لجا. أوكي؟ والتسارع هذا يفرض على المحرك أنه يبذل قدرة أكبر مما كان عليه. أوكي؟ This is larger than the power found in part A as we expect.